محطة وادي النيل. نعم مهندسين. مونريل. اه مونريل. أيوة. اللي جاي من اكتوبر. ايوه. والخط الثالث بيتقاطع تاني مع المونريل اللي رايح العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد او يوسف عباس. نعم. شفت الفكرة اللي قالتها لحضرتك باختصار خالص الدكتورة؟ فكرة وسائل المواصلات الجماعية التبادلية يا سكان القاهرة. تاني يا سكان القاهرة، إن ما كنتوش إحنا قدرنا نوصلها لكم قبل كده، إحنا بنوصلها لكم النهاردة كويس من خلال برنامج حضرتك. نعم. المتميز. شرف. إن عندنا شبكة مواصلات داخلية داخل القاهرة بيسمى مواصلات جماعية أو نقل حضري جماعي كهربي صديق للبيئة في كل أنحاء القاهرة. كويس. وكلها متربطة مع بعضها. كويس. يعني معنى كده أنا بقول لهم ما تركبوش التاكسي أو ما تركبوش الميكروباص. اركب بس شوف. اركب. اركب. عايز تركب عربية الملاكي بتاعتك اركب. اركب. ولكن قارن. قارن. من مصلحتك. من مصلحتك. تركب وسيلة مواصلات آمنة كهربية سريعة متطورة بتروح كل أنحاء مصر. وسيب عربيتك الملاكي يا صاحب العربية الملاكي، سيبها في الباركنج اللي جنب المحطة. نعم. وفر بنزينك، وفر قطع غيارك، وفر اعصابك، وفر وقتك. نعم. وفر الزحام في الشوارع. وسيله مريحه. وركن عربيتك الملاك واركب ال ار تي. نعم. او المترو او المونوريل. نعم. احنا هتوصل مكانك. بنقل قد ايه دلوقتي في المترو؟ المترو تقريبا حاليا دلوقتي الثلاث خطوط اللي لم يكتملوا حوالي 3 مليون راكب يوميا. يوميا. كويس. لما الخط ده يكتمل هيزيد 750 الف راكب. نعم. هيزيد 750. يبقى 3750. آه. لو دخل الرابع ان شاء الله والسادس في خلال اللي احنا مستهدفينهم. أيوة. الرابع ده ممكن يدخل في خلال اجزاء منه في خلال سنتين يعني. آه. 3 سنين ممكن يكون الرابع ده دخل الخدمه. كويس. حط كمان مليون وحط السادس كمان مليون واكتر. اتكلم على يعني 6 7 مليون. 7 مليون. 7 مليون راكب بايه؟ بشبكه المترو. آه. عندك ال ار تي تقريبا برضه مليون وربع مليون ونص. اللي بينقل هنا من هنا لما العاصمه الاداريه الجديده والعاشر من رمضان لما يبدا. وعندك المونوريل. طب لا بدا ال ار تي ما بدا حضرتك. لا بدا انه بعد لما كده المونوريل. لما المونوريل لما يروح العاشر. ايوه هيروح العاشر. لما يروح العاشر هتبقى مرحله مهمه جدا. لان العاشر من رمضان ايضا العاشر من رمضان ايضا ما بيوصل لهاش اي وسيله مواصلات جماعيه. منظمه. نعم. يعني ايه منظمه؟ ممكن يكون وصل المدينه الصناعيه الكبيره دي ما فيش فيها ولا وسيله مواصلات جماعيه. اه وده اللي قلته اللي الدوله بتعمله دلوقتي واللي كان بيتعمل ايام زمان. انا لا اسقط على شيء وما اقولش ايام. نعم. زمان كان وحش. كل واحد. نعم. كان ليه ثقافته. نعم. وتطلعاته. نعم. وامكانياته اللي كانت موجوده هي اللي بتحرك الحكومه. نعم. العاشر من رمضان لحد النهارده والعاشر من رمضان بس ليه و6 اكتوبر كلها دبوسات وميكروباصات لحد النهارده ما بوصلهاش. المدينه الجديده دي ما فيهاش ما بوصلهاش وسيله مواصلات جماعيه. جماعيه. وخاصه السكك الحديديه وسواء كهرباء او ديزل. كويس. وصلها اتوبيس. نعم. مدارس اتوبيس رحلات اتوبيس جامعات اتوبيس شركات. لكن سكه حديد او مفيش. نقل جماعي ما فيش. اه احنا دلوقتي بنخدم على الخطه اللي تم تنفيذها في المدن الجديده. ده بل بنخدم على المدن الجديده اللي جاري انشائها اللي لسه لم تكتمل. زي بدر حضرتك ما سكنتش كلها. العاشر من رمضان. نعم. الشروق كل الكلام ده العاصمه الاداريه الجديده. فانا النقل كله عندي هنا في حدود قرابه 10 مليون راكب داخل القاهره. داخل القاهره. من كم مليون تقريبا القاهره يا استاذ احمد؟ نعم تقريبا 20. تقريبا 20 22 مليون. لما بيجي لها الوافدين من بره. كويس.